السلام عليكم طلاب، بهذه المحاضرة راح نتطرق لأمر آخر من الأوامر الداخلية وهو الأمر برومبت. الأمر برومبت يستخدم لتغيير شكل المحث إلى عدة أشكال تبعا للصورة اللي يأتي بها الأمر برومبت. هنالك عدة صور للأمر برومبت، ومن هذه الصور هي برومبت دولار دي، طبعا أترك فراغ دولار دي. هذه الصورة راح تغير لي شكل المحث من هذا الشكل إلى علامة التاريخ الموجود في الجهاز، وأضغط انتر ألاحظ تغير شكل المحث إلى علامة التاريخ. الصورة الأخرى للأمر برومبت، برومبت برومبت دولار تي. هذه الصورة للأمر برومبت راح تغير لشكل المحث إلى علامة الوقت المسجل في الجهاز. هذه تغير شكل المحث إلى علامة الوقت. الصورة الأخرى هي برومبت برومبت دولار كيو. هذه الصورة تغير لشكل المحث إلى علامة الإكوال المساواة، أضغط إنتر ألاحظ تغير شكل المحث إلى علامة المساواة. الصورة الأخرى برومبت برومبت دولار دولار إنتر، ألاحظ هنا تغير شكل المحث إلى علامة الدولار. والصورة الأخيرة هي برومبت برومبت دولار في، هو مختصر لكلمة فيرشن، أضغط تحول لي شكل المحث إلى علامة رقم الإصدار لنظام التشغيل. وحتى أغير شكل المحث أو أرجعه إلى الشكل الأصلي فقط أكتب برومبت وأضغط إنتر، رجع شكل المحث إلى الشكل الأصلي. أمر آخر من الأوامر الداخلية هو الأمر CLS. هذا الأمر يستخدم لتنظيف الشاشة. للملاحظة الـ CLS هو مختصر لكلمة Clear the Screen. يستخدم هذا الأمر لتنظيف الشاشة من كافة البيانات وإرجاع المحث إلى أول سطر على الشاشة مهما كان الموقع مالته أثناء التنفيذ. ألاحظ الأمر قام بتنظيف الشاشة وإرجاع المحث إلى أول سطر بالشاشة.